لك انت؟ لك شو عم تعملي هون؟ لك شو عم تعملي؟ ايه حبيبتي، بس يطلع جوزك من البيت حكيني. عم تخوني يا ابن الحرام؟ لكلكم اوسخ من بعض. لك لوين وصلنا؟ لك مشان الله لوين؟ معقول ما في شاب واحد نحكي على احلامه وطموحه ضمن المسلسل؟ كل شباب سوريا وبنات سوريا خونه وبخونوا بعض. قلت لك هذا المسلسل ما هو لنا، هذا مسلسل ثقافي للخليج، بدنا نسوق المسلسل. لك مسلسل 30 حلقة خانتني فيه 31 مرة، لك بدي افهم من وين جابت الحلقة الزيادة؟ لك من وين؟ من وين؟ ايه حبيبتي، مثل ما قلت لي، بس يكون جوزك برات البيت حاكيني. عم تخوني يا ابن الحرام؟ استني لحظة. ايه عم خونك؟ والله احبط والله. ايه مثل ما قلت لي. صح التليفون مش مالتي وانت حبيبة. لا لا وانا قاعد في البيت عم بصرف عليها وعم بتصور. خنتيني على الواتساب، خنتيني على الفايبر، خنتيني على الفيسبوك، خنتيني على سكاي. لك انا من لما عرفتك مصاحبة واحد بيشتغل باجهزة الكمبيوتر والفرمتة عرفت جواتك فيروس. انت بتعرف انه هي خانتك مع فراس؟ بتعرف انه فراس خانها مع لميس؟ انت بتعرف انه لميس خانته مع يحيى؟ انت بتعرف يحيى وين كانوا يوم عم تواجد؟ وين؟ عند رؤي. انت بتعرف كلهم خانوك مع سمير؟ مين؟ مع سمير. سمير؟ مين سمير؟ والله احمد اخذ اختي. بتعرف انه هي خانتك مع كريستيانو اللاعب البرتغالي؟ ونحن هي؟ لا نحن مالنا هي.